توقعات بانهيار الحكومة النمساوية عقب قرار بمقاضاة وزيرة البيئة. مسلم النمسا يحتفلون بعيد الأضحى المبارك مع غياب التهنئة الرسمية. الجيش النمساوي ينفذ أكبر مناورة عسكرية منذ 10 سنوات. غرامة 15,000 يورو ضد الهيئة الإسلامية مارست التمييز على معلمة. النمسا ترحب بإعلان 83 دولة ومنظمة دولية في مؤتمر السلام من أجل أوكرانيا. اعتقال نمساوي في الولايات المتحدة بتهمة الاعتداء على قاصر. مشاهدينا كل عام وأنتم بألف خير، وإلى حضراتكم نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. قدم حزب الشعب النمساوي شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية ضد وزيرة البيئة ليونور جيفسلر بعد أن صوتت باسم النمسا لصالح قانون إعادة تأهيل الطبيعة في الاتحاد الأوروبي. واتهم الحزب الوزيرة باتخاذها قرارا فرديا مما أثار غضب المستشار كارل نيهامر، ولذلك أعلن الأمين العام لحزب الشعب كريستيان ستوكر عن شكوى تتهم الوزيرة بإساءة استخدام المنصب لخرقها التوجيهات الدستورية. وقد شهدت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، بما في ذلك تحذير من وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليميكا من فقدان ثقة الناس في المؤسسات الأوروبية. ومن المتوقع صدور بيان من المستشار النمساوي مساء اليوم. أدى الآلاف من مسلمي النمسا صلاة عيد الأضحى للعام 1445 هجرية الموافق 2024 ميلادية في المساجد كافة. وفي فيينا شارك ما يصل ل 50,000 مصلي في المركز الإسلامي في فيينا وسط حضور أمني مكثف من الشرطة وشركة أمن خاصة لتنظيم المداخل والمخارج. وفيما اعتاد مسلم النمسا على تهنئة من الرئيس النمساوي في المناسبات الرسمية تغيب هذا العام إضافة للمستشار، بينما قدم كل من رئيس الحزب الاشتراكي وعمدة فيينا التهنئة عبر الفيسبوك. بدأت في 10 يونيو مناورة درع الحماية 24 والتي تعد الأكبر في النمسا منذ 10 سنوات، وتستمر حتى 21 يونيو. وأشادت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تينار بهذه المناورة التي يشارك فيها 7,500 جندي وموظف مدني من النمسا وألمانيا والبوسنة والهرسك والسويد وكرواتيا والجبل الأسود. ويتدرب المشاركون في 4 مقاطعات هي بورغنلاند والنمسا السفلى وشتايرمارك وكارنتن. يتدربون على العمليات العسكرية الدفاعية وإدارة الأزمات الدولية، والجيش النمساوي على حماية الطرق والنقاط الحساسة. قررت محكمة العمل والشؤون الاجتماعية في فيينا أن الهيئة الإسلامية في النمسا قامت بالتمييز ضد معلمة دين سابقة بسبب خلعها للحجاب، وحكمت بدفع تعويض لها قدره 15,000 يورو. وأقدمت المعلمة السابقة للتربية الإسلامية على خلع الحجاب، ما أدى إلى تعرضها لضغوط من الهيئة الإسلامية، كما رفضت الجمعية طلبها بالحصول على وظيفة دائمة في مدينة فيينا. وأكد محامي الهيئة مايكل ويرر أنه سوف يستأنف الحكم. وتناولت المحكمة التمييز بسبب عدم ارتداء الحجاب كتمييز مباشر على أساس الدين، وأكدت حق المعلمة في التعويض. أعرب المستشار النمساوي كارل نيهامر عن سعادته بتوقيع 83 دولة في سويسرا إعلان إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق سلام عادل ودائم. وأكد نيهامار دعم النمسا الثابت لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف إن توقيع الإعلان من قبل 83 دولة ومنظمة يبعث برسالة قوية. ويمثل إعلان مؤتمر السلام من أجل أوكرانيا الذي عقد في سويسرا بمبادرة من أوكرانيا تعهدا جماعيا بدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق سلام عادل ودائم فيها.
اعتقلت الشرطة الأمريكية في فلوريدا شابا نمساويا من فيينا بعد لقاء فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، تعرف عليها عبر الإنترنت وأقام معها علاقة جنسية. وسافر الشاب البالغ من العمر 24 عاما إلى الولايات المتحدة للقاء الفتاة، ويزعم أنهما أقاما علاقة جنسية، ما يعد انتهاكا لقانون حماية القاصرين في فلوريدا. وأكدت وزارة الخارجية النمساوية اعتقاله في بداية مايو في مدينة كوكوبيتش، حيث يقبع الشاب في سجن مقاطعة بريفارد ويواجه أيضا تهمة الاختطاف. وقد أكدت الخارجية النمساوية الاعتقال، حيث تتواصل السفارة النمساوية في واشنطن والقنصلية الفخرية في أورلاند مع الشاب وأسرته والسلطات المحلية. ومشاهدينا، كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوكرات على هواتفكم. كنت معكم أنا أدهم اللجي، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.